السلام عليكم ليكيب، شحال تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابة. اليوم جبنا المكتوب، انا خبنا سيكلاسيون، قصينا على شون عسكر، نخرجوا على لا بلاسيت، ندوروا روحوا جيت رون بوان تاع الحطاب، روحوا مال عملكم راهو يدينا المكتوب ان شاء الله. اليوم حقا عندي الاكستنكتر تموت اليوم في الحفاظ عندي ونعد له عندي شرجوها في وش اسمه في ضريب بن باديس اسبر من قحال برك والنقطة 62 أعتقد الفريق سوق عنابة
68 مخابرة مؤديه السيطرة الثامنة في الطول الأرضي فلح السوق مع النبا هذه المخابرة جرت 24 ليلة في هذه المخابرة الرابعة والأخير وغضب شديد جاري على المدرب فلح مؤديه المدرب جمال بن عباس الخليق صراحة فريق اليوم خير إطار كمان أمل بالدليل النتيجة المسجلة لوحة الإلكتروني صوروا معي أخيرا 68 نقطة لشرح سوق عنبة في المخابرة 24 نقطة فقط لصالح فريق مؤديه ورمية حرة ناجحة وكل محمد الإصابة 69 أو الإصابة 69 لفريق سوق عنبة مخابرة نقطة لصالح فريق مؤديه أيضا ونقطة أخرى وإصابة أخرى ناجحة لسوق عنبة على حساب فريق سفيان أضاف أن الحكم لعبنا لحد الآن دقيقة ما زال في ثلاثة دقائق أو أعتقد دقيقتين أعتقد أن الأمور حسمت كل شيء لعب في الشوط الأول سفيان عندما دك عناصر فريق جيل الحروشي شباك فريق اتحاد الحجار في مناسبتين في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب سوافة وعشر دقائق من بعد في الدقيقة 40 وعزيز يضاعف النتيجة الأمور في الشوط الثاني حاول فريق جيل الحروشي تسيير الأمور بشكل ذكي خاصة وأنه يملك لاعبين يملكون من الخبرة والحنكة ما يساعدهم على ذلك بالمقابل شبان اتحاد الحجار وفي غياب التحفيزات وإغياب الإمكانيات قدموا ما عليهم فوق أرضية الميدان الفارق صنعات الخبرة والإمكانيات المتوفرة بفريق عين البلدة أعتقد الذي يرفع رصيده إلى 16 نقطة وهذا الفوز سيكون له انتصار إيجابية وعلى معنويات اللاعبين والمسيرين وبالتالي سيحاول مواصلة السحب نحو صدارة الترتيب خاصة وأنه في المقابلة القادمة سيستقبل في ميدانه وسيحاول تأكيد النتيجة التي عاد بها من الحجار على حساب فريق اتحاد الحجار الدقيقة الأخيرة من الوقت البديل والحكم بعد ذلك سيصفر نهاية المقابلة تبقى الكرة عند لاعبي فريق جيل اتحاد الحروشي إذن كرة لفائدة أو تعود لفائدة فريق اتحاد الحجار المدرب عدنان بن شريف يغادر أرضية الميدان غاضبا خاصة وأنه فريقه يتلقى أول هزيمة على أرضية ميدانه أمام أنصاره في المقابلات السبعة الماضية لم يسبق له أن تذوق طعم الهزيمة بخمس انتصارات وتعادلين اليوم خاسرة ليست نهاية العالم كانوا التعويض في القادم من الجولات نصى وأنه عاد التوزيع الجولات الماضية آخرها في تمليعت المحبان كديطال سبغ نجال تعلي مالو مالو
راني هاي مهمي من ترجع الفصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يالو ما بيا غير خايف مشتاق يالو عليك مطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي حبك يا زاو العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا خليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن هيات تعاون الله العالي عليك نطرح سؤالي شوقي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطه ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاو العين راني صادق في قوالي بيك الغيره يا زين حبيتك بالصفا والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي الخيرة في النسوان نظم اليوم متحف وموقع نيبون الأثري في عنابة بإشراف من مديرية الثقافة والفنون خرجة سياحية تحت شعار إعراف مدينة جراني جراني يظهر ما عندوش بعدني عند واحد يقول لك أول هي يخدم نص نهار اليوم نخر بحا ثم عدلت على خدمة على أول وراح تركت على الاستمتات كين واحد في مارس هو العمل عارف
وكاين حتى 8 مارس نبداو تاع الرياض. بعيدة عليا يطحن ومدي فلان صوت كراس خافي بالي عليك يطرح سؤالي قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غرما ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صدقتك والي نحبك يا زاول العين راني صدقتك والي بيك الغيره يا قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك انت اللي في حياتي تمنيت تكوني لي شريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي جاوبني بالحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي اجي نتا مرتين
راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين، راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين. أبدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة، نتمنى طلبي وفالي وتزولي اللي عاد. أبدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة، نتمنى طلبي وفالي وتزولي اللي عاد. نجيب لي منامي بقد الغالي مشموم الخودات، على سنة سيد الأرسالي زال عائلات. قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي، قولي لي يا غزالي علاش متفرقين؟ غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الكنين، راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين، راني صدق في قوالي بيد الغيرة يا زين. مادام طلع عمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات، قلبي يعلم به العالم مول العظمات. مادام طلع عمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات، قلبي يعلم به العالم مول العظمات. سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات، يوفي لي قصدي وينعم على عباد وخيرات. قول الموالي عليك نطرح سؤالي، جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين؟ الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الكنين، راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين، راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين. السؤال بقى مطروح ما لقيت له الجواب، لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. السؤال بقى مطروح ما لقيت له الجواب، لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب. نرسل اهلي يديروا الفتوح بحضور الاحباب، تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي، بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي، جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين؟ غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الكنين، راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين، راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين. راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين، راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين. موعود ليك في السعادة والخير،
اللي بغى قلبك يحضر إليك. انتي ناوية ترميني في بيك وعلاش الغدر ماشي حق عليك وعلاش ناوية ترميني في بيك علاش الغدر وعلاش علاش الغدر وعلاش علاش الغدر ماشي حق عليك علاش تنغدر وعلاش علاش تنغدر وعلاش علاش تنغدر ماشي حق عليك علاش تنغدر ماشي حق عليك بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس زوقت كيف راد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جرات بالخصاص جرات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس وزوقت كيف راد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جات بالخصاص جات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان الحب يا الغدارات بيجي العين تنهدى ماشي خسارة فيك انتي معودة عليا بالتدمير هكذا الخير يتعود كيديك وعلاش يا النكرة العشرة والخير علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر ماشي حق عليك طفايعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت حملت المعاني وزدت الحيلات 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 زدت الحيلات انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات حتى طبيعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت حملت المعاني وزدت الحيلات 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 زدت الحيلات انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات لكن باين على وجهك التغيير الصدق والصفا عمرهم كانوا ليك موالفة تنكري العشرة والخير وتبدلي المحبة باللي يغويك وعلاش يا بنكرة العشرة والخير علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك
علاش بالغدر ماشي حق عليك، علاش بالغدر ماشي حق عليك، علاش بالغدر ماشي حق عليك. الليلة لي الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي فين هو، الليلة لي الليلة لي إلي إلي حبيبي ديالي فين هو. الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنينة، الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنينة، واللي بغى حبيبو يجيبو بالحيلة، إلي إلي حبيبي ديالي فينو مول النخوة، سيدي حبيبي زاني ما دونساني، إلي إلي حبيبي ديالي فينو الليلة لي، إلي إلي حبيبي ديالي فينو. يا سيدي كيشان عبك بريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي، يا سيدي كيشان عبك بريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي، مول نشوى سيدي حبيبي زاني ما دون ثاني، عيدي عيدي حبيبي ديالي فين هو، عيدي عيدي حبيبي ديالي فين هو. ولفي ولفي قولي متى نلقاك، والملاقيه بيني وبينك جات بعيد، سرعتني شمس الضحى وانا نترجاك، كما يرجع الصايم يوم العيد، الله يجمعنا في قريب، الله يجمعنا في قريب ويوم سعيد. فنيت مليعت المحبة نكدي طال،
مليئة المحبة متقيطار تبغى نجانال تعال يا مالو راني هاي مهميم ترجع الفخانة ونسال عليه من سبالي بنجال ما بيا غير خايب ما بيا غير خايب مشتاق خيالو ما برالي ما برالي بعد ما نويت وبريد جراحي طالو يا يو حتى يهودوني نعود مصاهر الليالي الليالي شاطنات بالي شاطنات بالي هدو غير شب زادوا للقلب هوان يوم شتون كيف رادوا قدر نعمل غنيل عالي غنيل عالي سبقي وحدين صرفوني وفامي جان ادروني يا لي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سير وخلي وكل حال يسير على حالي ويالي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سير وخلي وكل حال يسير على حالي لازم الصبر صبري صبر العيس في الليالي في الليالي يتغرع ساكني وينتق من غير حوالو لاش تلوموني هكذا في حالي وانا بقى رايحين لالي رايحين لالي شاكي باكي من هموم قليبي وهواني طرمو للغرام تايه طرع عقلو يعود سالي يعود سالي
ترى يبقى همين هاي ملا ما يزال غرام مصيبته مصيبة مصغى يا ليمي قوالي يا ليمي قوالي غرام صعيب سو لما ليه اللي جالو غرام طوع الصلاة الناس يا ما اللي بحالي اللي بحالي ديما غيدا على الحبيب لا بيرتالو عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيرو خليو كل حالي سير على حال عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيرو خليو كل حالي سير على حال كسرى على نصال وما قصى عني الهلالي عني الهلالي نطوع سيف الغلام والعبسي والمتال بعض من الناس كيلوموا ويزيدوا في ملام حالي في ملام حالي بعض من الناس كيقولوا هذا عن ذالو إذا نجبر أهل الفن بحالي يستحسنوا قوالي يستحسنوا قوالي يبكيوا على بكاي ناس الغيوان يسالوا وإذا نجبر أهل اللوم يلوموا يبطلوا شغالي يبطلوا شغالي ويقولوا يا لطيف راه قوة علالو كم من واحد لامني ويكتر عجبي مع سوالي مع سوالي دوي فيا وكاي خفف دمبي بطوالي عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالي عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خليوا كل حال يسير على حاله سيرتي ما نبغض إنسان ما نبالي ما نبالي ما نشتم حد واللي يغتب ما نسغالو قابد حدي وكان ساعف غرام اللي في دخالي اللي في دخالي نخمم في حكايته اش يكون في صارو لولا الغرام ما نخمم ولا نسهى على شغالي على شغالي يبلي من لامني ويجرب ما يجرالو يدوب الحب غير مرة ولا يجبر ليه والي ليه والي يدوب صايسو سمو جرح مصالو ما يعدر غير من تكوى ونجرح كيفي من العوالي من العوالي واهل اللي يحبهم كوية عمدان وعذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالي عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالي ملكوني بالبهاء ولاحوا ليا جسمي على المالي على المالي
لكوني اهلي بحسن خدم مع خالو. هما هما اللي سبب هوايا هما دوا علالي. هما هما زهو العاشق عليه سالو. هما هما راحتي في الدنيا هما راس مالي. وانا بعد اخديم ليهم فاش ما قالوا. اشرام الله يحبهم وري وهلي اه يا متالي. يجي حتى يفيدني ونفيد ونسالو. نهيت بيات حلتي بسلامي ما فاحت الغوالي. للموهوب ياكدو هات العلم لالو. عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي. سيروا خلي وكل حالي سير على حمالو. عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي. سيروا خلي وكل حالي سير على حالي. ضيع عليهم في زماني القح غصني زيان حالي. زلي برضاه ما مفاس تخبالو. زرتو ورويت من مدامو وعمر جبحي وعاد مالي. وكمل قصدي وفاش جاني زي اللي قالو. يحفظي روي عليا والغيل شعود ولا تبالي. اللي جهدك سير خلي في قباح فعالو. اسمي موضوح في حروفة بجديا من صغى قوالي. 72 زيد 7 الاسم بكمالو. طيب من لا ينام مول القدرة من لا خفى حالي. يعفو عني ولا يحافيني جل جلالو. عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي. سيروا خلي وكل حالي سير على حالو. عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي. سيروا خلي وكل حالي سير على حالي. عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي. سيروا خلي وكل حالي سير على حمالو. عذروني يا اهلي لاش تلوموني هكذا في حالي. سيروا خلي وكل حالي سير على حالو. هاد الوحش عليا وجار نبكي في الليل مع النار. دمعة تجري كي المطر عان خدي مجرية. عقلي بهواها راح قار ما ولا شيليا. أنا يا براني غريب. أنا يا براني غريب لا من سلع ليا. يا رب ارفق بيا. هواها ياك راح وبقيت عابد غير النواح. نبكي كل مساء والصباح والدمعة مجرية. نتفكري ما من ملاح طال الضر عليا. أنا يا براني غريب. أنا يا براني غريب لا من سلع عليا. يا رب ارفق بيا. We'll be right back.
ضر ولا لي طبيب متوحش خيال الحبيب اللي نهوى غصن الرطيب غاب اليوم عليا بقي هايم وحدي غريب ما ولاش ليا انا يا براني غريب انا يا براني غريب لا من سلع ليا يا رب ارفق بيا انا في القلب راهي قدات من تفكاري ما من البنات من هوا راهي مشات لكن بلاسية صبر القلب على اللي جفات يعلم مخفية أنا يا براني غريب أنا يا براني غريب لا من سلع ليا يا رب ارفق بيا يا ربي الحنين راني من دول عذرا متين حبارة في قلبي سكين نكويك من كيا من حبي داوية الجبين الغزالة الهمية أنا يا براني غريب أنا يا براني غريب لا من سلع لي أنا يا براني غريب يا رب ارفق بيا يا وفي زايد لي جفاك وانا يا صابر نرتجاك الغرار يضوي من بهاك والشفاعة كرية سبحان الله اللي مشاك زين العذراء ويانا انا يا براني غريب انا يا براني غريب لم سلع ليا انا يا براني غريب يا رب ارفق بيا بعيد
تلقى يا مليح في الزمان بحالي انت كنت لي صديق وانا نفخر بيك مولع بيك يا مولي دخلوا بيناتنا الحسود وقطعت مجينيك دخلوا بيناتنا الحسود وقطعت مجينيك لا عيش يطيبني ولا نوم يحلالي بالله عليك يا مليح بالله عليك يا مليح داي تبالي نستهلك يا أنا اللي بغيت أنا اللي بغيت نستل جمرات نحط على الخليط نستل دمعة لو كان لا بكيت لو كان لا بكيت يستراح الخاطر من عذاب الحبيبة يا سيادي من عذاب الحبيبة غزالي تلفولي لقات تلفولي لقات زد بحر تمنو من عيني جفا قلت لغنى ننسى ومحبتي قوات ومحبتي قوات والغرام ملالو كل ما ولا وفا المجموعة الوسطى الغربية عنوانها اليوم برج مستغانم يتنازل عن الصدارة لأول مرة ورائد القبة هو المتصدر الجديد المركز الثالث دوما من نصيب نجم خليعة ومعاناة شباب دير وأمل الأربعاء وأيضا بوفاريك والهدية والمصر بما يخص المجموعة الغربية ورقة الصعود هو وفريقه برج مستغانم برج أول مرة يتنازل عن السلطة ولكن يبقى عبد الغالي مازال بينهما نقطة واحدة مازال مباراة بيناتهم راه الحاسمة بينهم نظن عبد الغالي فريق اللي راح يلعبوا كل حظوظ تاعهم بدون ما نقصوا إمكانيات بعض الفرق الأخرى نظرا
هناك تشابه العوامل عن الأهداف المسطرة. فريق القبة نظن مع قدوم الرئيس المشرف وفر كاع الإمكانيات للفريق، حتى الهيكلة خداها من الشباب، وهذا الشيء جميل وغادي يتحسن حتى نقولوا ولا قدر كما نقولوا. مازال الشريف كمؤثر مثل ما تحدثنا عن الحارس في برج شاوشي. هو عمود مع الشباب يعني مع الشباب وقودوا حتى في تدريبات عبد الغني يشوفوا يدرب بشكل جدي يعني جدي. هو قدوة للشباب. حبيت نتكلم تسطير الاهداف حتى كما قلت عنده فريق قبة هيكل وجود اموال تغيير دور مهم حتى يعطي أريحية للطاقم الفني باش يكون العمل تاعو الا تقنيا. نظن هيكل الشبان من القاعده الى كما نقولوا الاكابر دور مهم. فريق مستغانم للمره الثانيه بعد صعود وعنده استقرار عبد الغني راه يلعب الصعود. السنه الماضيه خسر النهائي بن عكنون. نظن فريقين طموح مشروع يمثلوا كما نقولوا الجهه اللي راح يلعبوا فيها الجهه الغربيه. نظن يبقى الصراع يشتد. نظن فريقين اللي عندهم الطموح وعندهم الامكانيات باش يكملوا باش يلعبوا في المراتب الاولى. نجم قليعة يبقى في مركزه الثالث، هو الاخر مستفيد من تعادل مستغانم لانه ربح نقطه اضافيه حتى انفاز القبة بالصدارة. الان يبقى على بعد 4 نقاط من المتصدر هذا الصاعد الجديد لجد قليعة. اصلا هذه النتائج تعتبر ايجابيه في حد ذاتها، يتقاسم المركز الثالث مع غالي المعسكر الذي استفاد من 3 نقاط بالشهر. بالفعل الغالي فريق نظام فريق نجم القليعة راه كيما نقولوا يدير كيما نقولوا مشوار جيد ويحب الاستقرار تاعو، عنده استقرار في التشكيله وفي الجانب اللي راح نظن الاهداف تاعو هي باينه. لعب الادوار الاولى يكون مع المراتب الخمسه الاوائل نظن مقارنه بفريق معسكر. هذا الفريق الذي بدا الموسم بالاستقرار بحشود ووصل الى في احدى المباريات الى تقريبا خراب اصدر بيانا بالانسحاب حتى من البطوله يعني، لكن في عاده في الاخير وهو يسجل نتائج نظن حقيقه عبد الغالي نظن الاهداف تاعو باينه ويكون بين الخمس الاوائل وراه يؤكد النتائج الجيده تاعو اللي راه يتحصل عليها. فريق عنده استقرار لاعبين يلعبوا كره عبد الغالي. نظن فيما يخص فريق غالي معسكر اهدافه الالعاب الادوار الاولى عبد الغالي، والفريق نظن باللي حتى يستنى المرحله الاولى ويشوف الترتيب راح يقدر هو ينافس يجي في المرتبه الثالثه ينافس فريق طارق جيمس غانم وفريق رائد القبه. وفريق تيموشنت ايضا الذي لعب كذلك الادوار الاولى في الجو الموسمين الماضيين لكنه لم يواصل السباق عند الاقتراب من النهاية. اليوم هو ايضا ب 16 نقطة على بعد 5 نقاط من الصدارة قبل 20 جولة من نهاية الموسم. فريق غالي معسكر فريق عين تيموشنت ينتظر كما نقولوا عنده كاع مقومات عبد الغالي عنده. خلينا ربما بصفة عامة اذا سمحت هاشمي وين حتى لمصلحة البطولة ولتشوية البطولة السلام عليكم وبركاته. بسم الله مجموعتين لأنه انفراد فريق تدريجيا في بداية الابتعاد بنقاط عن المطاردين والصاعد هو واحد ينافس داخل البطولة. لذلك من مصلحة الرابطة الثانية أنه في كل مجموعة يكونوا 5 أو 6 فرق في الصدارة إلى غاية نهاية الموسم. هذا راح يعطي حيوية ومنافسة وتشويق في الفرق. بالفعل عبد الغني نفس الشيء فريق عين تيموشنت تصدر حتى الأدوار الأولى عندها 3 سنوات. نهار التقسيم نهار كان كورونا وهم الأدوار الأولى يلعب في البارات بين واتسلي ومن الأربعاء و رغم العيد ضيع المرتبه الاولى ضد واتسلي. نظن عام من بعد عام الثالث عام الماضي فريق عين تيموشنت فريق غالي معسكر وطارق جيمس غالي وفريق القبه نظن هذوما الفرق راح يلعبوا في المرحله الاولى عندهم كاع مقومات. فريق معسكر مدينه عندهم الملعب الذكريه مؤسسه قويه من عين تيموشنت الفلاح هو
عبد الغني الدولي صعد عنده نفس عيد مشهد المركب المنافي والملعب البلدي القديم ثم فرق طموحة المرحلة الأولى هذا ما نتمنى يكون كما قلت تنافس الشريف اللي يلعب في الدور الأولى وفرق كثيرة عند الأضواء الأولى أيضا في الموسم الماضي ما قبلها وثيارة وشباب المشرقة يعانيان كثيرا من هذا الموسم وداد وفريق أيضا نتائج متدهورة ومتذبذبة أولمبي رمدية أيضا من سنة إلى أخرى الفريق بدأ يتراجع تدريجيا رائد أو أمل الأربعاء يواصل السقوط ككل سنة وأيضا شباب جير لم يتأقلم نقول لحد الآن مع الرابطة الثانية في دقيقة قبل الفواصل بالفعل عبد الغني نبدأ من الأخير فريق جير فاطلة يجد صعوبة كبيرة ويلعب على خارج الميدان تاعو 200 كيلومتر فريق رمدية وفريق الأربعاء يجدين صعوبة كبيرة نضم الفرق الأخرى نضم نفس الشيء وفريق منا ما عليهم إلا كما نقولوا مازال الوقت عموما هاشمي غويلا ساعود معك بعد النشرة الجهوية للحديث عن المنتخب الوطني قبل أن نترك الغداء مشكور إذن سنعود بعد النشرة الجهوية بالصندوق على العنوان التالي صندوق ضمان السيارات 2 شارع سلمان الأخضر المحمدية الجزائر العاصمة الهاتف 0235715 أو 0235715 فاكس 0235715 البريد الإلكتروني contact@fga.bz الموقع الإلكتروني www.fga.bz الجزائريين معروفين بموقف تاعنا مع فلسطين معروفين الجزائر حكومة وشعب ودولة نحن مع فلسطين اللي ليش جديدة عندنا هذه منذ القدم من بكري احنا نضنا في ولدنا جدنا احنا والدينا كانوا مع فلسطين علاش مع فلسطين لان احنا جربنا استعمار تاع 132 سنة يعني جربناه مع فرنسا وما نقبلوش الاستعمار وما نقبلوش الظلم وما نقبلوش واحد يدينا حتى الكبر من خراب تاعنا ولهذا احنا الان كنقابة وطنية للناشرين الجزائريين احنا ضد هذا الغزو الصهيوني اللي راه يقصفوا في غزة احنا ما نش قابلينه وما ناش راحين نقبلوه أحمد ماضي مدير عام للحكمة ورئيس النقابة الوطنية للناشرين الجزائريين وعضو اتحاد الناشرين العرب وعلى المضي معا إلى تغيير ديمقراطي شامل
لبناء جمهورية ديمقراطية جديدة قوية وعادلة ومزدهرة تكون فيها لجميع المواطنات والمواطنين مكانتهم المستحقة في كلمة التضامن وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بعيدا عن الممارسات التي كانت تعصب بأسس الدولة لولا وعي الشعب والتفاته نحو جيشه الوطني في أروع ازدحام أطهر العالم وملأ نفوسنا جميعا فخرا واحدا.
Thank you.
تدير المعهد الوطني المتخصص في تكوين الميلانيات السمعيه بولاد فايت السيد ضروالي عبد الملك ومسؤول عن احد الورش الملتقى اكد على اهميه التكوين والمهنه الجديده للمسيرات المتطوره. في الحال هناك عدة اختصاصات جديدة، هناك عدة مهن جديدة نستطيع أن نقوم بإضافتها إلى مدونة الشعب الذي يرى مدونة الشعب 2019 مثل كل اختصاص متعلقة بشعب قسم المصارف. وهناك كذلك بعض الاختصاصات داخلة في نطاق التأهيل اللي جبناها بها عملية الإعلام الخاصة بمدونة التكوين المهني عبر الوطن، وهذا بغية تقديم محتويات أفضل خاصة المحتوى الرقمي. وفي آخر خبر من الجريدة وببلغ الحسن والحسن تلقت الإذاعة الجزائرية نبأ وفاة الزميل أمين عمور مراقب البث بالقناة الأولى إثر وحدة الصحفية أدخلته المستشفى قبل أيام. وعلى إثر هذا المسار الجدل الذي تقدم جميع عمال الإذاعة الجزائرية وعلى رأس المدير العام كان في إخراجها الأستاذ
هنا هكذا.